والله جوزي تجوز علي بروح عند الساحرة تعمل سحر حتى يكره مرته الجديدة. هذا السحر كفر، والذي يأتي إلى الساحر أو الكاهن فيصدقه، يعني قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كفر اللي بيصدق الكاهن أو بيصدق الساحر.